الاقتراح الثالث ان يتم تشكيل لداخل اجتماع القوى الوطنيه ده نفسه اقتراح بمجلس حمايه الثوره من 7 إلى 9 اعضاء يمثلوا الاطياف المختلفه، يكون عمله مكمل لعمل المجلس العسكري او قريب منه او استشاره ايا كانت التسميه. النقطه الرابعه ان يصدر المجلس العسكري اليوم بحد اقصى غدا بيانا او قرارا بيحدد في موعد حد ادنى لاجراء الانتخابات الرئاسيه وحد اقصى، واقترح ان يكون الحد الادنى هو بدايه مايو القادم وان يكون الحد الاقصى هو اغسطس القادم. النقطه الخامسه هو ان يصدر، ودي نقطه يا استاذ ابونا الكثيرين يعني مش منتبهين اليها، ليس لدينا الان في مصر حتى اللحظه قانون لاجراء الانتخابات الرئاسيه. لدينا نص دستوري فقط، القانون هو قانون حسني مبارك.